أيها الموج صبرا، إن بعد الصبر بشرى. أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا. أيها الموج صبرا، إن بعد الصبر بشرى. أيها الباكي بليل سوف يأتي النور فجرا. سوف يأتي النور فجرا. أيها المكسور قل لي، هل يديم الله كسرا؟ يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا. أيها المكسور قل لي، هل يديم الله كسرا؟ يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا. يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا. بعد ما ندير اخوتي الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد يا نانا، كنتسناو الطبيب دابا باش يجي. والحمد لله اخوتي اللي لي بتالينا، يا ربي اللي لازم تالينا في وليداتنا، يا ربي يا درنا شي تولد الخير، يا ربي يا ربي اللي لازم تالينا في وليداتنا، يا ربي يا الحبيب العالي. الحمد لله الحمد لله يا ربي على هاد النعمه اللي كتعطيني، ولا اي حاجه كتعطيها لي كنحمد الله وكنشكره يا ربي. الحمد لله على الابتلاء، الحمد لله الحمد لله على اي ابتلاء كيجينا من عند الله انا كنحمد الله وكنشكره. الحمد لله خوتي المتتبعين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل متتبعين. احنا يلاه جينا، اش غادي نقول لكم؟ النهار اللي داز اليوم داز شويه صعيب، ولكن كنحمد الله وكنشكره الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد يا ربي يا الحبيب. واخا فاش كيجيك شي ابتلاء في الوليدات كتجيك شي حاجه اللي صعيبه بزاف، ولكن واخا هكا كنحمد الله ونشكره الحمد لله يا ربي يا الحبيب على كل حال. والحمد لله يا ربي يا الحبيب على ما كتعطينا، اللهم لك الحمد يا ربي. وكنطلب الله سبحانه وتعالى، كنطلبوا بالليل وبالنهار يا ربي الهليب تالي شي مسلم في وليداته. الابتلاء ديال الوليدات كيكون صعيب 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 بزاف. والحمد لله فاش كتشوفي ولدك كيتقطع قدامك ولا بنتك كتقطع قدامك وما قادره ديري والو، صعيب بزاف. نادرة هادي شي تقريبا شي 4 ايام وهي مريضه، وكنقول زعما دابا تولي شويه دابا تولي شويه، ما بغيتش في الاول نديها للطبيب لان راكم عارفين الظروف شويه صعيبه ومع رمضان وداكشي، قلت بلا ما نديها للطبيب. قلت حتى نشوف زعماتك كما تولي شويه مزيان كما تولي والو. اخوتي كتموت بالحريق وحاشاكم ما كتصبرش على الطواليط، كدير لي كوش في الليل. في المدرسه يعني غيبت واحد النهار في المدرسه، غيبت نهار تقريبا كامل، وكنمشي كنديها في النهارات الاخرين كنمشي كنديها، كدير لي كوش وكنمشي كنديها، كنوصل حتى كندخلها للمدرسه عاوتاني وكنرجع. المهم صعيب صعيب بزاف هاد الايام، داكشي اللي داز عليها صعيب بزاف، ولكن الحمد لله يا ربي يا الحبيب ما عندنا ما نديرو. الحمد لله على كل حال. وسي علاء اعطي شي تحيه للمتتبعين ديالنا. السلام عليكم السيدين ديالنا، كي دايرين؟ بخير هانيا، هانتوما معانا عن نفطروا هانتوما معانا. ايوا اخوتي الحمد لله يا ربي، كنطلب الله الهليب تاليكم في وليداتكم. الابتلاء ديال الدراري صعيب اخوتي، صعيب 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 بزاف، ولكن اللهم لك الحمد. الحمد لله يا ربي، الحاشا والله باش الله سبحانه وتعالى يعطينا شي حاجه اللي خايبه. الحمد لله ربي الحبيب اي حاجه كيعطيها لنا من الخير، وحنا حامدين الله وشكرينه في اي حاجه كتجينا من عند الله سبحانه وتعالى، حامدين الله وشكرينه. اليوم ما قدرت ندير لا فطور لا حتى شي حاجه، مع صحتي فشلانه ومريضه وصحتي ربي اللي عالم بها اخوتي المتتبعين. فاش دار لها التلفازه الطبيب لقى عندها ميكروب في النبوله، وعندها النبوله طايبه بزاف، قال لي عندها ميكروب في النبوله وعندها النبوله طايبه بزاف، ما كتقبلش يعني البوله حشاكم، عندها النبوله طايبه بزاف. وخرج لي الورقه ديال الدواء، هي الورقه ديال الدواء اللي خرج ليا.
ايوا اخوتي، اش غادي نقول لكم؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. يا ربي يا الحبيب، اللهم لك الحمد. وكنطلب الله سبحانه وتعالى الله يسهل عليكم والله يخلي لكم صحيحتكم والله يجازيكم بخير اخوتي المتتبعين. الله يرحم الوالدين والله يسهل اخوتي. كما قلت لكم هذه هي الورقه ديال الدواء، هي 4/4/2023 على التاريخ ديال فين ديتها. وهاد السيرو عطاه لي الطبيب الله يجازيه بخير، مع قلت له راه الظروف عندي شويه قاصحه وداكشي، عطاني مسكين هاد السيرو. ولا الدواء الاخر هما جوج هنايا، قال لي شريهم ولا قال لي شري لهذا وهذا، ما عرفتش واش سيرو ولا ما عرفت شنو. وبحال هذا عطاه لي الله يجازيه بخير. ايوا اخوتي هادشي اللي كاين، وهذا هو الفطير ديالنا ديال اليوم. مع قلت لكم ما قدرت ندير حتى شي حاجه والله العظيم، الا راني ربي اللي عالم بيا، حتى شويه الزبده والكوفيتير وشويه البيض شويه الكاشر شويه التمر. هذا هو الفطور ديالنا ديال اليوم واتاي وهادشي اللي كاين اخوتي المتتبعين. الحمد لله على النعمة الله، والحمد لله على الابتلاء، والحمد لله يا ربي يا الحبيب اللي كيتفكرنا الله سبحانه وتعالى بالابتلاء، وباي حاجه كيتفكرنا بها الله سبحانه وتعالى كنحمد الله ونشكره. اللهم لك الحمد يا ربي يا الحبيب العالي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وسي كمال هو مسكين راه مفقوس على اختو، ولالا نور مسكينه نعسات. سي كمال شي كلمه للمتتبعين. السلام عليكم المشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ بخير. كي دايرين الصحه عمر هانيه؟ كمال ديما كي دايرين مع الصحيحه؟ ديما كمال كيسولكم على الصحيحه هي الاولى ياك كمال، حيت وليدي اللي عنده الصحيحه راه عنده كلشي ياك. ضروري. شنو تبغي تقول للمتتبعين ديالنا؟ قول لهم ديروا لايك. ديروا لايك. تبقيتي مضابط الضو وانت استي على عرفتوا اليوم راه اش غادي نقول لكم؟ والله ما قدرت نجمع حتى شي حاجه، ما الروينه عندي في الدار، ولكن ماشي مشكل، هادشي هذا هو حالنا. والكبيده ديالي مسكينه هي في النعسه، مسكينه شوف شوف الكتيكيته مسكينه في النعسه. ايوا صافي اخوتي المتتبعين، هذا هو الفطير ديالنا ديال اليوم. والحمد لله يا ربي يا الحبيب، اللهم لك الحمد، كل نهار ونهارو كل نهار رزقو، اللهم لك الحمد يا ربي. دابا حنا في الانتظار للمغرب ان شاء الله باذن الله تؤذن. وشكرا لكم اخواتاتي، الله يسهل عليكم. بلا ما نخمم ونعقلش ديت طريق طويل، تايه في سحار نقلب بالفتيلة والقنديل، حيت الزهر ما كاينش بالصبل وكان قليل. كنشوف انا راسي ماشي بحال نحضرك أزهري لكنتي وردة بيدي نقطرك، لكنتي صوف نغزلك وإلا كنتي حتى جن عند الطلبة نحضرك. أسهري لكنتي وردة بيدي تنقطرك.